عددنا أربعة، أربعة ولاد وأمي. وأنا أكبر شيء. اسمي علي الكامل علي، عمري 11 سنة، أشتغل محل كوميدي مشان أعيش أخوتي. تركت المدرسة مشان أعيش أخوتي، وبتمنى بس صرت كبيرة أصير أستاذ مشان أعلم الطلاب. جوزي استشهد بضرب الطيارة، صار له شي سنة ونص، وابني الكبير عمره 11 سنة، طفل يعني شو طفل، بيروح بيشتغل وبيجي آخر النهار بيلعب مع الأولاد، طفل طفل يعني بيروح بيلعب وبيرجع بينام والصبح بيروح على شغله، بتحسيه رجل بالنهار، بس بينما بيرجع من الشغل طفل بده يلعب، بده يشوف حياته يعني مثل الأولاد.